عبد الله صالح اجتماعا موسعا للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وذلك بهدف تعزيز العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف في المرحلة المقبلة. واستمع الزعيم علي عبد الله صالح إلى حديث موسع من قادة أحزاب التحالف حول العلاقة مع المؤتمر في ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني وكيفية تعزيزها وتطويرها بما يحقق الأهداف الوطنية المرجوة من الحوار الوطني والشراكة القادمة بين المؤتمر والتحالف. وفي اللقاء أكد الاجتماع دعم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف لمخرجات الحوار الوطني التي تعبر عن وفاق وطني واسع حول قضايا المستقبل وكيفية مواجهة التحديات الوطنية الراهنة. كما تحدث في الاجتماع عددا من الإخوة الحاضرين في الاجتماع بهدف تطوير تجربة التحالف بين المؤتمر والتحالف. وكان قادة المؤتمر والتحالف قد نددوا بتقرير جمال بن عمر المقدم إلى مجلس الأمن والذي تضمن معلومات مغلوطة حول الأوضاع في اليمن وكان بعيدا عن الموضوعية والحيادية التي تفترض في مندوب الأمين العام. وطلب الأمين العام بعدم التعاطي مع هذه المعلومات نظرا لخطورتها على التسوية السياسية في اليمن ورغبة مقدمها في خلط الأوراق لصالح طرف معين لا تعكس روح الوفاق الذي تضمنته الوثيقة الوطنية المجمع عليها.